الله معكم اخوتي، سلام الرب يسوع بقلوبكم من اجمل مقبرة في العالم. هذا المكان الجميل، يمكن البعض منكم هلا عم يستغرب انه عم بقول مقبرة وجميلة، نعم لانه هيدي مقبرة فيها الحياة، كيف لا؟ وهيدا قبر مار بطرس، صخرة الكنيسة، الصخرة الأولى. هون الفاتيكان ومقبرة القديسين، لما نقول مقبرة القديسين صارت هيدي بتعني حياة لكتير ناس، تعني حياة لإلنا، لأن هون مقام القديسين، هون قبر مار بطرس حبيب قلبنا، قبر الصخرة اللي ما بتموت. هذا الكوريدور هون كله في بقلبه جسمين القديسين، البابوات القديسين فقط موجودين هون. هيدي مقبرة البابوات بالفاتيكان. عم صلي هون لكل واحد منكم، عم بحملكم بصلاتي جميعا قدام قبر مار بطرس رأس الكنيسة. عم صلي هون لكل واحد منكم قدام هالقديسين. هيدي المقبرة اللي هي رمز لحياة، هي ما بقى مقبرة. بتستغرب انه عم نقول اجمل مقبرة، نعم لانه صارت ترمز للحياة. فنحن الهنا اله احياء مش اله اموات. بركة جميع القديسين، بركة جميع القديسين، خاصة مار بطرس، مع كل مريض منكم، مع كل مريض عندكم، مع أمواتكم، رحمة لأمواتكم، بركة لمرضاكم، لبيوتكم. اليوم من هون بطلب البركة لخدمتي، لعائلتي، لشغلي، لخدمتكم، لعائلتكم، لشغلكم، لكل واحد منكم. عم بطلب البركة وعم بطلب الصلاة يا أخوتي، حتى يكون الرب معكم بشفاعة كل هالقديسين، البابوات القديسين. ما بتصدقوا اذا بقول لكم حبيت كلكم تكونوا معي، كل واحد عم يشوفني يكون معي، كل واحد بيعرفني يكون معي. ذكرتكم كلكم، كل اللي طلب على الفيسبوك مني الصلاة هون كان هو مذكور وراكع عم صلي للكل، لاجل كل واحد فيكم بلبنان، بسوريا، بالعراق، بالاردن، بمصر، بامريكا، بالبرازيل، بفلسطين، بكل منطقة بالعالم. صليت للكل وعن الكل. اسم ربنا يسوع المسيح يبارككم، امين.